السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالكوا في ايه؟ مفيش. مال صابرين فين؟ صابرين رجعت بيت ابوها يا رضا. حد فيكوا زعلها في حاجة؟ والله العظيم ما حد دسلها على طرف يا بيه. صابرين زعلانة منك انت يا رضا. انت صحيح حبست ابوها؟ يا الاخبار لحقت توصل؟ ده انا جاي مخصوص عشان ابلغها قبل ما اي حد تاني يبلغها. لا يا اخوي، ما هي جمالات قامت بالواجب وقالت لها، وقالت للحاره كلها يا عين امك. جت هنا وقعدت تصوت وطلتم على الباب ولمت علينا الجيران. قال ايه؟ جوزك حبس ابوك. خليها تقول اللي تقوله، وبعدين ما الحاره كلها عارفه ان اللوستة جابر بيحشش وبيضرب، يعني انا ما افترضش عليه. صابرين، افتحها يا صابرين. انت وليك عين تيجي هنا بعد ما سجنت الراجل يا رضا؟ صابرين فين؟ عايز ايه مني يا رضا؟ عايز اتكلم معاكي كلمتين يا صابرين. عايز اعرف انت ليه سبتي بيت جوزك؟ شوف الاستعباط، يعني مش عارف ليه. لو سمحت يا جمالات ما تتدخليش بيني وبين مراتي. بتسجن ابويا يا رضا؟ بتسجن ابويا؟ ده مهما عمل فينا ابويا بيبلغ عنه. انا ما بلغتش عنه يا صابرين. ابوكي جالي وهو مقبوض عليه، قالوا لي حلل له، حللتله، طلع بيتعاطى مخدرات وهو سايق، واظن كلنا عارفين اللوستة جابر كويس، صح ولا لا؟ لما انت عارف انه بيتعاطى مخدرات بتحلله ليه ما كنت اتصرفت؟ عايزاني اعمل زي ما مرات ابوكي بتقول؟ كنت اتصرفت باي طريقه يا رضا؟ لا مش عشان خاطره هو، عشان خاطر انا. ده عاطف الغريب عمل لها خاطر وما رضاش يتهم جابر، مع ان كان كسر له دراعه وضربه، وانت جوز بنته تسجنه؟ عايزاني اخالف ضميري يا صابرين؟ طب ما انا لو خالفت ضميري مع ابوكي هخالف ضميري مع الناس كلها، واولهم انت. انا تعبت يا رضا، تعبت بجد ومبقتش عارفه اعمل ايه. انا بقيت شايفه الدنيا كلها سودا في وشي. سيبني في حالي، سيبني في حالي يا رضا، انا مش لاقيه حد ولا طايقه اتكلم مع حد خالص. يا اخي بقى حل عند بقهور في 60 دقيقه بعد اللي حصل لنا بالتحت راسك. ماشي يا صابرين، لو عايزه تفضلي في بيت ابوكي خليكي، بس ساعتها هعرف ان انت مش عايزاني. ما ردك فيما هو منسوب اليك من تهم تعاطي المخدرات؟ ده كذب وابتلاء يا باشا. وتحيل اثبت انك كنت متعاطي حشيش وترمدول وبواقع فيون، ايه رايك فيه ده كمان؟ يا باشا شوف التقرير ده، مين اللي مات عليه؟ هتلاقيه رضا عبد ربه الشنديدي، وانت عارف يطلع مين ده؟ يبقى مين بقى؟ ده للاسف جوز بنتي. ده علاقته بالموضوع؟ ده انا لا بطيء ولا هو بيطيقني، وفي ما بيني وما بينه مصنع الحداد، واول ما شافني في الكمين يا باشا قال لك دي فرصه عشان انتقم منه، راح خابط التقرير المضروب عشان يخلص منه يا باشا. يعني جاب لك عينه من جيبه؟ عينه غير اللي عملها كلام التحليل بتاعك؟ الله اعلم بقى يا باشا. يعني هيلفلك ازاي يعني؟ انا ايش عرفني؟ ده شغله باشا، هو يغلب يعني؟ شكلك كده مش جاي عدل وهتلف وتدور وتقرفنا. لا ابدا والله يا سعاده الباشا، ده انا غلبان وعلى باب الله. يحبس 4 ايام على ذمه التحقيق، وراعي التجديد له في الميعاد. انت صحيت يا حبيبي؟ صباح الخير. صباح الفل يا حليمه. اه صحيت من شويه. طب يا حبيبي قوم اغسل وشك على بال ما اعمل لك حاجه تاكل. مش لما الاستاذ عاطف يخرج من الحمام؟ ده واخد الحمام حصري يا حليمه، ده انا من ساعه ما صحيت من النوم وهو جوه ما اعرفش بيعمل ايه كل ده. معلش، على بال ما حضر لك الفطار يكون خرج ان شاء الله. يا مسهل يا رب. عاطف. ايوه ماما حليمه. ما تشهل شويه يا حبيبي، انت حبات جوه ولا ايه؟ حاضر، قدام دقيقه بالظبط كده. كتير. صباح الخير يا بيه. صباح الخير يا فهمي. انت رجعت فتحت الشنطه تاني؟ عمال اقرا في الورق اللي فيها، جايز افهم اي حاجه. تفهم ايه بس يا بيه؟ اكيد كل الداتا اللي دكتور شيف كان عايز يقولها لك موجوده في الايباد.
مش معقولة يعني آثار مهمة زي دي هيسيبها في الشنطة عادي كده من غير ما يقفلها حتى. هو برضه مش معقولة يبقى محتفظ بالأوراق والمستندات دي كلها كده من باب للطاق، لازم يكون فيها حاجة. وأنا من ساعة ما صحيت من النوم وأنا عمال أقلب فيها. ولقيت حاجة مهمة؟ بص، هي حاجة مش واضحة وصريحة، بس لما قعدت أفكر شوية وأربط الحاجات ببعضها تقريبا فهمت شوية. فهمت إيه؟ خد اقرا ده كده. صباح الخير يا ابي رضا. ياه، الحمد لله على السلامة يا عاطف. انت فين يا راجل كل ده؟ بتوحشني والله. لا انا موجود هنا على طول، انت اللي فين مختفي؟ بقولك ايه، تحب اعمل لك وصلة دش جوه في الحمام عشان يعني وانت قاعد جوه يعني ما تزهقش؟ لا ملوش لازمة، بس لو عملنا واي فاي يبقى حلو قوي، اصل الباقة عندي ما تستحملش. الباقة؟ صبرني يا رب. ايه ده ايه ده؟ ابي رضا، تلاجة الدم دي عندكم في المستشفى؟ ولا عمري شفتها يا فندم. امال ازاي في عقد شراء تلاجة دم ب 300,000 جنيه للمستشفى، وبعديها بشهر واحد في تقرير من المستشفى بعدم صلاحية التلاجة وطلب لتكهينها، والدكتور شريف ماضي بنفسه؟ هي لحقت؟ خد بص على ده بقى. ده عقد باسم شكري الغياتي، اللي الدكتور شريف عامل الملف كله باسمه. اهو شكري الغياتي ده بقى اشترى التلاجة المتكهنة دي ب 4,000 جنيه. يا نهار اسود، ده ايه النصب ده؟ شفت يا فهمي، مافيا وبتنهب في المستشفى. ثانية واحدة يا أبي، أنت بتقول شكري الغياتي؟ زي ما كنا عارف الاسم ده. أنت تسكت خالص يا عاطف، أنت تسكت وتقوم تشوف أي حاجة تعملها بعيد عننا. افتكرته. الراجل ده بيجي يسهر في الكباريه، اللي شغالة فيه لينا الرقاصة. راجل لعبي كده وما بيسيبش ولا واحدة في حالها، افتكرته. ما هو لازم يسهر ويبرطع ويصرف في فلوس الناس الغلابة. حمزة ده أنا عارفه كويس. ده دكتور مشهور وليه برنامج في التلفزيون. وعضو في مجلس الشعب كمان. اهو ده بقى الملف بتاعه غريب جدا، مليان شيكات وتحويلات بنكيه بره مصر، ده غير ان في اوراق باسماء مرضى معينين دخلوا المستشفى بتاعته اللي في الصعيد، وشيكات بنكيه باسمائهم بياخدوها وهم خارجين. يعني بيعالجهم ويديهم فلوس ليه؟ مش عارف يا فهد. يمكن بيغريهم عشان لما يعيوا يرجعوا تاني. لا انت تخش بقى تقعد في الحمام شويه، لان انت بقالك فتره ما دخلتش وانا خايف عليك لحسن تحس بالغربه. حق عليا اني بفكر معاكم بصوت عالي. بتفكر وبصوت عالي كمان. ابي خليك معايا، تفتكر الاوراق دي ممكن تنفعنا بحاجه؟ مش عارف يا فهمي، مش عارف، انا خلاص دماغي هتنفجر. صباح الخير. صباح الخير. مرتين امنيه؟ معرفش. طب صحيح صحيح عشان تفطر معانا. هي مش كبرت وبتعمل على مزاجها؟ صحي نفسها وتفطر بنفسها، دي مش طريقه دي يا فهمي. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي.